تفقد محافظ القاهرة إبراهيم صابر قرية الفواخير والمجمع الحرفي بمصر القديمة لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال زيارات الوفود المشاركة في المنتدى الحضري العالمي في دورته 12 والتي ستعقد في الفترة من 4 وحتى 8 من نوفمبر المقبل. أشار محافظ القاهرة إلى أن قرية الفواخير شهدت أعمال تطوير شملت استكمال توصيل جميع المرافق إلى جانب الاستمرار في تركيب أفران الغاز صديقة البيئة، مضيفا أنه تم وضع قرية الفخار والمجمع الحرفي على خريطة المزارات أثناء فترة انعقاد المنتدى للتعريف بالحرف اليدوية ومستوى التطور الحضري الجاري في المنطقة المحيطة بهم.